المملكة نحو الريادة في الاستثمار بالأسس الصناعية الخضراء ومساع نحو مركز اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم. المملكة ستكون رائدة في الاستثمار بالأسس الصناعية الخضراء كصناعة السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، هو ما صرح به وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. وخلال كلمته قال إن المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم تدشينها عام 2013 عكست التزام السعودية المستدام لخلق فرص للأعمال العالمية. الفالح أضاف أن هذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية، وأضاف أن الغاية هي أن تكون المملكة ضمن الأمم الأولى اقتصادياً. وفي هذا السياق يراودنا حديث المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر الذي أكد أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي قد ارتفع في غضون شهرين منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار سعي المملكة لتكون مركزاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة والعالم. مساعي المملكة نحو هذا الهدف شملت تأسيس شركة دسر عام 2014، وقد كان نقلة نوعية في استثماراتها بالقطاع الصناعي وفي توفير وظائف مستدامة للسعوديين. وبين أحدث أنشطة الشركة كان إعلانها عن استحواذها حصة 20% من شركة إيتالماتش الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية بقيمة 100 مليون يورو، وقد أشارت إلى أن هذه القيمة ستستخدم لتطوير عدد من المصانع المتخصصة في المملكة. وفي سياق منفصل نشرت وكالة بلومبرغ نيوز خبراً مفاده أن شركة بوينغ تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 طائرة لشركة طيران الرياض الناشئة في السعودية. وعن مصادر بلومبرغ الخاصة فإن شركة طيران الرياض تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. هذه الشركة تسعى لإطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار. الجدير بالذكر أن شركة طيران الرياض ومطار الملك سلمان الدولي هما الأحدث ضمن صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، والهدف هو رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران وتعزيز منافستها عالمياً.